الفريقين، وايضا امور تانية يعني حساسه فنيا شويه بعد رحيل الكابتن تامر مصطفى من القياده الفنيه لفريق مصر المقاصه وقيادته الفنيه لفريق الجونه. كل هذه الامور قد نستعرض بعضها مع مدير الكره في نادي مصر المقاصه اللي بيستعدوا حاليا للسفر الى الجونه لخوض هذا اللقاء غدا، الكابتن اسلام عادل. بصبح عليك يا كابتن اسلام، ويعني اكيد رحله موفقه الى الجونه، نتمنى فيها ليكوا التوفيق وايضا للفريق المنافس. عايز اتكلم معاك عن الاجواء اللي انا سبق وذكرتها، سواء برحيل الجهاز الفني وايضا موقف الفريقين في المنافسة والهروب من مؤخرة الجدول، خصوصا مع النتائج الجيدة كامل الإسماعيلي في الفترة الأخيرة وحصده لستة نقاط متتالية. أحمد صباح الفل عليك، صباح الفل فرح، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعكم. بس أنا بكلمك وأنا في الطيارة، فيعني مش عارف أقدر أبقى معاك في المداخلة قد إيه حسب ما الطيارة تطلع. يعني مباراة أكيد زي ما أنت قلت، مباراة أكيد صعبة جدا على الفريقين. مهم جدا ان احنا نتكلم عننا احنا اكثر، يعني مهم جدا ان احنا نحقق اكبر استفاده ممكنه من المباراه دي، وربنا ان شاء الله يكرمنا كده ونعمل حاجه جيده. طبعا استنى كابتن تامر مصطفى هناك، اخونا طبعا، اخو بالنسبه لي انا كمان اخويا الكبير، يعني حاجه جميله وحاجه عظيمه، وراجل بحبه جدا وبعزه جدا، واشتغل معنا في ده معانا مردود جيد اكيد لما يعني وجوده في الجونه، خاصه يعني احنا كسبناهم الدور الاول، فوجوده طبعا هناك هيصعب الموضوع اكتر كمان، لان هو عارف الفرقه كويس، تقريبا هو اللي عمل الفرقه المقاصه، فعارف كل فرد في الفرقه كويس. اكيد المباراه صعبه، لكن هي صعبه علينا وصعبه على الجونه، لان الجونه يمكن بقى له برضه فتره نتائجه مش احسن حاجه، فاكيد صعبه على الفريقين. هنحاول ان شاء الله ان احنا نظهر بشكل جيد، وان شاء الله نحاول نحقق اكثر استفاده ممكنه ان شاء الله من المباراه بإذن الله يا كابتن إسلام. وطبعا في البداية عايزة أتكلم معاك عن نتائج مصر للمقاصة، يعني يمكن الفترة اللي فاتت شفنا نتائج مصر للمقاصة مش جيدة لحد ما، تعليق حضرتك إيه؟ وشايف إمتى مصر للمقاصة ممكن يخرج من الكبوة دي، أو نشوف إن هو بيستعيد مستواه واللعيبة تبتدي تحافظ على النتائج المباريات؟ والله بصي يا فرح، احنا بنقابل سوء حظ غريب جدا الحقيقه، يعني عايز اقول لك احنا يعني لو حد مركز معانا لانهم اكثر فرقه فائقه في الحظ في الدوري، يمكن ضيعنا اربعه بنالتي، الاربعه كانوا كل بنالتي يوم كان بيفرق معانا جدا في المحله، مثلا في الدقيقه 88 ضيعنا بنالتي كنا ممكن نطلع متعادلين. صحيح. في المقاولين اتعادلنا 1-1 وضيعنا بنالتي كنا ممكن نطلع كسبانين، وقبل كده في الدكان يعني ضيعنا اربعه بنالتي، فده الموضوع يعني بيقابلنا سوء حظ غريب جدا، كمان بيأدي بشكل جيد، يعني يمكن مباراه بيراميدز الاخيره الشوط الاول كنا طالعين متعادلين، والشوط الثاني برضه خطا فردي من او اخطاء، خلينا نقول اخطاء فردي، مش حابب ان انا احمل حد حاجه، لكن اخطاء فرديه من بعض اللعيبه بتتسبب في ان المباراه بتضيع. اعتقد ان احنا لو يعني احنا عاملين كل اللي علينا ومستعدين بشكل جيد، فكره بس ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبقى معانا والتوفيق يبقى معانا الفتره اللي جايه، اعتقد مكسبين في الدوري الممتاز بيجيب في حته ثانيه، يعني الاسماعيلي كان بيعاني النهارده مكسبين عنده 17 نقطه، فاحنا نفس القصه برضه مكسبين ان شاء الله ورا بعض يحطونا في حته مختلفه، وده بيحصل في الكوره كده كده، لكن احنا مش قلقانين طالما احنا ماشيين كويس، طالما ان احنا بنوصل وبنضيع، طالما ان احنا بنعمل مردود كويس، الفكره بس في التوفيق، والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، كلنا اكيد واثقين ان ربنا ان شاء الله كل ما احنا بنجتهد ان شاء الله هيبقى جنبنا ومعانا، وان شاء الله عندنا ثقه في ربنا وعندنا ثقه في اللعيبه ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه. انا معايا مجموعه لعيبه محترمه جدا، واللعيبه عندها كلها اهداف مختلفه، مش يعني ان شاء الله يظهر الكلام ده بقى، يعني لسه في المطار دلوقتي انا قاعد مع بعض اللعيبه، قلت لهم احنا يعني الطموحات والاهداف دي لازم بقى نجمعها ونكسب، لان حتى السنه الجايه ايا كان الهدف لاي حد فينا، سواء هيبقى في النادي سواء هيروح نادي ثاني، المهم ان فرقته تبقى قاعده في الدوري وقاعده بشكل كويس، يعني عشان حتى الناس تبص لك بصه مختلفه. فاحنا الحقيقه نتائجنا مش يعني لا تعبر عن ادائنا خالص الحقيقه، يعني كل الفرق اللي بنلعبها، كابتن محمد روده مثلا مدير فني المقاولين بعد الماتش قال لي اصل انتوا مش في مكانكم خالص، يعني لما لعبناهم اتعادلنا معاهم، قال لي لا انتوا الاداء اللي انتوا عاملينه والنتائج يعني النتائج دي مش مستعداكم، فانتوا مش في مكانكم، يعني في مدربين كتير جدا وناس كتير جدا رايها ان احنا مش في مكاننا، فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه بعض الاخطاء الفرديه دي ان شاء الله نتلافاها، وان شاء الله يكون التوفيق حليفنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه مختلفه يا رب. طب روح للجزئيه اللي تخصك بقى كابتن اسلام، اتكلمنا معاك بشكل عام وجزء فني، ولكن الجزئيه اللي تخصك كمدير للكره اكيد دايما بيكون في تواصل ما بينك وما بين مجلس الاداره كحلقه وصل ما بين طبعا اللعيبه ومجلس الاداره، الموقف الحالي صعب وفي موقف كمان مادي ممكن يكون صعب على فريق مصر المقاصه هذا الموسم، ولكن هل في اي مكافآت او اي وعود للعيبه بداتوا تدوها للعيبه بحيث بقائهم في الدوري العام يكون حافز ليهم ويبداوا ان هم يعني يعملوا اللي عليهم وزياده كمان من اجل اسعاد جماهير الفيوم العريضه؟ طبعا محافظه كبيره جدا ممكن ليها كل التقدير، اكيد كل الجماهير هناك عندها طموحات باستمرار مصر المقاصه في الدوري العام الممتاز.
والله انا يعني احنا فعلا متواصل 24 ساعه في 24 ساعه مع معالي النائب وليد مويدي طبعا المشرف العام على مؤسس النادي اصلا طبعا مع اعضاء مجلس الاداره كلهم واللي هو عمرو مويدي رئيس النادي فاحنا على تواصل مستمر تقريبا على مدار اليوم يعني مش هكذب عليك احنا امورنا الماديه فعلا مش احسن حاجه بل بالعكس متاثرات كمان عند بعض اللعيبه لكن احنا زي ما قلت لك قبل كده احنا بنمر بظروف صعبه لكن ان شاء الله احنا بصدد يعني ان احنا الفتره اللي جايه الامور تبقى ماشيه بشكل احسن وان شاء الله تحول ان احنا يعني عارف انت الناس اللي بتتخيل على التوفيق اللي هو يعني بنحاول ان احنا نمسك خيوط الامل وبنحاول على قد ما نقدر نوفر بعض الامور الماليه اللي تقدر تساعد اللعيبه الفتره الجايه ان شاء الله نبقى في حاجه كويسه الى الان مش قادر اقول لك حاجه مش واقعيه او مش منطقيه الى الان لسه ما عملناش الكلام ده بس احنا بصدد ان شاء الله الكلام ده يبقى موجود في المباراه القادمه باذن الله. باذن الله كابتن اسلام تحياتنا ليك وبنتمنى كل التوفيق طبعا لفريق مصر للمقاصه ان شاء الله وباذن الله كده نشوف المقاصه صحيح بيرجع للنتائج الجيده ومكانه الجيد والطبيعي وزي ما حضرتك بتقول ممكن تكون في بعض المباريات موفقين فيها بتلعبوا فيها حلو ولكن النتيجة ما بتكونش جيدة إن شاء الله تستعيدوا مستواكم مرة تانية. تحياتنا ليك كابتن إسلام عادل مدير الكرة بفريق المصري مصر للمقاصة. مشاهدينا في هذه الفقرة ناقشنا مع حضراتكم